هي وقفة للذكرى أحياها المكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح بالبليدة لرجل اختطف وعذب فقتل بوحشية على أيدي الآثمين سنة 93-900 و1000. 23 سنة تمر على استشهاد المفكر والمصلح وأحد أهم أعلام الحركة الإسلامية في الجزائر الشيخ محمد البسليماني، وكما كانت خاتمته استشهاداً كانت حياته إحياء للدعوة والفكر الإسلامي. كان عضواً مؤسساً لرابطة الدعوة الإسلامية سنة 91-900 و1000. ترك بصماته في المساجد والمدارس والشوارع، فكان من رواد الدعوة إلى الله منذ الثمانينيات. شيخ بوسماني رحمه الله كان يعمل على تاريخ ويبني مستقبل، يعمل على ماضي ويثمن ما حدث من ماضي ليبني مستقبل. هذا المستقبل يبنيه في أجيال، يبنيه في مشاريع، يبنيه في فكرة، يبنيه. وكان رجل يناضل من أجل أن تكون هذه الجزائر مستقرة، وتكون هذه الجزائر سيدة، وتكون هذه الجزائر معتزة بهويتها الإسلامية والعربية ولهويتها الأمازيغية. كان يفترض أن نجلس ونبكي، فإن لم نبكي نتباكى، لكننا نقيم عرسا ونبهج ونصر ونفرح في هذه الذكرى، وهذا دليل على أن العظماء والدعاة وعلى أن المصلحين موتهم حياة للأمم. ندد الشيخ بوسليماني رحمه الله بكل أساليب الحجرة وأزهاق أرواح الجزائريين، ونبه إلى مخاطر الفتنة، فشارك عبر المنابر والجولات في لم شمل الجزائريين، كما ساهم في كثير من الحوارات السياسية مع الأحزاب ومختلف الفعاليات أثناء الأزمة السياسية الجزائرية، فكان أحد مؤسسي حركة المجتمع الإسلامي سنة 90-900 و1000. فوقر في نفسي بأن هذه الاحتفالات هي لنا نحن وليست للشيخ بوسليماني، هي لنا نحن لنعبر عن الوفاء، هي لنا نحن لنعلي من شأن القيم التي كان يمثلها الرجال، هي لنا نحن لنثبت على نهج الرجال. ساهم الشيخ بوسليماني رحمة الله عليه مساهمة إيجابية في مسألة قليل ما يعرفها الناس أو قليل ما يعترفون بها، وهي نقل الإسلام من الفوضى والعمل العام إلى التنظيم. هو الذي نظم العمل الإسلامي، هو الذي جعل هيكلة الحركة الإسلامية على الأقل في رواق من رواقاتها الواسعة ليدخل فيها الجميع. هي إذن الذكرى 23 لاستشهاد واحد من أهم وأنبل من أجبتهم الجزائر، فكان بيته العتيق بحي الدردار بالبليدة منارة للعلم والدعوة والإصلاح. وبالمناسبة قررت جمعية الإرشاد والإصلاح تحويل منزل الشيخ إلى دار للقرآن الكريم لمواصلة المنهج والدرب.